نظم أبناء مديرية الحوك وقفة احتجاجية في محافظة الحديدة للتأكيد على مواجهة العدوان والتنديد بالجرائم المستمرة في حق الشعب اليمني ودعم الجيش واللجان الشعبية. إلى التفاصيل. سلام خاص الأمن رميان السلب والجيش مصراخ الرجال الواثبة وللجان الشعبية شكري وجب شد العزايم بالسيوف اللاهبة تحت شعار أمريكا تقتل الشعب اليمني. نظم أبناء مديرية الحوك بمحافظة الحديدة وقفة احتجاجية معا ضد العدوان، كما شارك في الوقفة الحاشدة وكيل المحافظة علي قشر وعادل محمد دلعوم مدير عام الرئاسة وعدد من التربويين والصحيين وطلاب وطالبات مدارس المديرية. يوم 15 مارس على الأرض والإنسان اللي فيه تهامة، ونحن دعينا اليوم هذا جميع المكاتب التنفيذية بالمديرية لعمل وقفة مع الوطن ضد العدوان. وقد لوحظ في أثناء المسيرة العظيمة لمديرية الحوك بأنها المسيرة الأولى التي تقوم المديرية الحوك بمسيرة بهذا الحجم وهذا المستوى، وخاصة بأنه لم تشترك القطاع النسائي إلا في مديرية الحوك. حيث أشار وكيل المحافظة في خطابه للجماهير الصامدة في وجه العدوان بأن أهل تهامة أهل عزة وكرامة رغم عن كل المعتدين والحاقدين لهذا الوطن الطاهر. في أيامنا المجيدة أيام الصمود ضد العدوان الصهيوني الغاشم الذي يتعرض له وطننا وشعبنا في عدوان لم يشهد لو التاريخ مثيلا، أكثر من 32 دولة عالمية تضرب شعبنا تحت غطاء عربي غربي سعودي همجي داعشي يضرب أطفالنا، ها نحن نصمد رغم جراحاتنا نلملم أشلاء أطفالنا من كل شارع وحي بعد الضربات الهمجية للعدوان السعودي الغاشم. خروج العديد من أبناء تهامة وإن دل فهذا يدل على طيبتهم وحبهم للوطن. وفي الوقفة الاحتجاجية ذكر في البيان بأن الوطن والشعب اليمني سيقفون صفا واحدا للدفاع عن الأمن والحرية. هيا 355 يوما تمر ولم يتبقى إلا 8 أيام من بقية السنة، سنة الصمود والإباء والشموخ لشعبنا. 355 قبلة يقدمها أطفالنا للعالم أجمع في ظل سكوت لم يشهد له التاريخ مثيلا. وأقول أن المعتدين ليس لهم أخلاق، وأخلاقهم وحربهم لا أخلاقية. الدليل على ذلك أنهم استهدفوا البشر والحجر، استهدفوا مدارسنا، استهدفوا مكاتبنا، استهدفوا كل شيء مدني يتعلق بحياة المواطنين استهدفوه، حتى الحيوان استهدفوه. وبهذه المناسبة رفعت الشعارات والقصائد الوطنية مستنكرين ما يقوم به العدوان على بلادنا. لميا الأديمي لقناة اليمن من اليمن محافظة الحديدة.